من تسجيل أفضل طلعة له في هذه الجائزة بزمن بلغ 3 ثواني و760 جزءا من الثانية، متجاوزا عقبة بطل العالم، وموجها بذلك إنذارا قويا للجميع بأن هذا الموسم سيكون مختلفا عما سبق، ليكون هذا هو العام الثاني الذي يخرج فيه شوماخر من هذه الجائزة على يد أحد سائقي العنابي، حيث خسر المواجهة النهائية للعام الماضي على يدي لونجيدو. وانتقل البلوشي إلى الدور الثاني لملاقاة زميله في نفس الفريق شون لاندغون، حيث يتمتع لاندغون بأفضلية اختيار المسار والتفوق في المواجهات السابقة والتي بلغ عددها 5 مواجهات، 4 منها ذهبت لصالح الأخير وواحدة منها كانت هنا في العام الماضي وفي الدور نصف النهائي وانتهت بفوز لاندغون. لكن ذلك لم يمنع البلوشي من كسر زمنه السابق أمام شوماخر وتسجيل 3 ثواني و739 جزءا من الثانية، ليتقدم بذلك بفارق 73 جزءا من الثانية فقط، أي ما يعادل 3 أقدام عند خط النهاية. بعد ذلك انتقل البلوشي لمواجهة سائق فريق كابوكا الأمريكي ستيف تورنسي في لقاء هو الثالث بينهما على صعيد المواجهات النهائية، حيث سبق لتورنسي الفوز أول لقاءين، وعلى الرغم من تمتع هذا الأخير بأفضلية اختيار المسار إلى أن البلوشي تمكن من الفوز وبفارق 18 جزءا من الثانية، أي بما يعادل 10 بوصات فقط عند خط النهائي، لينتقل إلى النهائي الخامس له في مسيرته بعالم التوب فول وليواجه فيه متصدر التجارب التأهيلية وسائق فريق ماك تولز الأمريكي دوك كالتيا، والذي بالمناسبة تسيد هذه الجائزة من بابها لمحرابها من تأهل بالمركز الأول وتسجيل أفضل ردة فعل أضافت إلى تمكنه من كسر الرقم القياسي للحلبة بالنسبة للتوقيت والسرعة. لكن البلوشي عرف كيف يتعامل مع كل هذه المعطيات، وعرف كيف يقود سيارة الفريق القطري المرصعة بشعار العناب الذهبي إلى خط النهاية، محققا الفوز الثالث في مسيرته الاحترافية، معززا تقدمه في المواجهات الثنائية بينهما، حيث أصبح سائق العناب يتقدم ب5 انتصارات مقابل 3. كما تجدر الإشارة إلى أن البلوشي سبق له الفوز على كيلتا في نهائي المرحلة 13 من العام الماضي في أوهايو، ليسجل بذلك البلوشي اسمه بأحرف من ذهب وليصبح أول عربي يتصدر ترتيب النقاط في بطولة NHRA الأمريكية. ناصر، كأنك وتشوف وجه شدك تقرير. والله بصراحة توب فيول هذه يعني حلم، مثل ما كانت الدراجستر حلم إني أنا أسوقها. وأمسي بالخير على أخوي بطل خالد بلوشي، لأن في أحد المقابلات أنا سألوني أنت تطمح تصير مثل منه بطل عالمي أمريكي أو أسترالي إنجليزي؟ قلت لهم أنا ما أطمح فيها، أنا أبي خالد بلوشي أطمح فيه. وقلت حق خالد بلوشي، قلت له أنا أتمنى ان في يوم من الايام الله يعطينا طول العمر اني اسوق توب فيول واكون وياك. فبالعكس استانس ويضحك ويقول لي اتمنى هالشيء. وبصراحه انا اقنعت في شيء، وطول ما ان يعني بعد ان الله، طول ما ان الشيخ محمد صباح موجود وانور ليتام موجود ماكو شيء مستحيل. يعني احس ان الحلم هذا اللي انا احلمه راح يتحقق بسرعه اذا اثبت نفسي بالدراجستر وتدرجت، راح يتحقق لان مع الشيخ محمد وانور ليتام ما في شيء مستحيل. اللي صار هذا الفريق كله سووه ووصلوا لهالمرحله وسووا كل هذا،
مو صعبة علينا التوب فيول، ونطمح إن شاء الله إنه نكون عندنا توب فيول إن شاء الله. خالد، التكلفة كنا نتكلم شوية عن التكلفة، أنا ودي أعرف التكلفة مالت السباق الواحد بشكل سريع. التكاليف اللي أنا عارفه هو الظاهر الرن الواحد اللي يضربونه في التوب فيول يعني المفروض إنه يكون 18,000 دولار الرن الواحد حق الماكينة والريفرش حق السيارة كاملة يعني. يعني نقول سباق من الجولة. سباق واحد من الجولة. نعم. 25. نعم. بعد سويتكم قصرتكم يعني شوي. إذا ما في إذا ما كان في مشكلة. 25 على ما أعتقد أنا سؤال أنا خليته من خالد بلوشي هناك 25 تقريبا الرن الواحد. لما يرن إذا ما كانت في مشكلة بالسيارة 25,000 دولار. بس يمكن لاحظنا شوية في التقرير الجمهور اللي كان حاضر يعني كان 400 متر السباق والمنصة توصل إلى الخط النهائي إلى 400 وما شاء الله يعني. أنت قاعد تتكلم عن سباق النتشر أقوى سباق بعالم الدراج ريس هو سباق النتشر. النتشر منقول على الهواء عندهم هناك متابعينه كل الولايات المتحدة الأمريكية بدايته يعني مبكرة ونهايته مبكرة السباق نفسه لا وقت كل شيء. هذه نقطة أنت يمكن ذكرتها لي وحاب إنك توصلها للمسؤولين. لنا بداية السباق هذا نتكلم الحين بس أوصلك على صورة عقل النشاري. النشاري أنا رحت له السنة لما كنا بالولايات المتحدة الأمريكية فرحنا من الجولات رحنا حق النشاري رحنا حق خالد البلوشي هناك. فوقت السباق لا ساعة معينة يبدي الساعة الفلانية أنت ورا الرن مالك الساعة الفلانية ورا الرن على طول الساعة الفلانية الرن الثاني. وراها يتأخر 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم إذا ربع ساعة بس هذا حده يتأخر لأن تجهيز المضمار إذا صار فيه ليك والفئات اللي تشارك مو الفئات اللي هي تكون هي طبعا حصنة من تحت إذا إن ما فيها تكون ليك أو شيء إذا تعرض لحادثة أو شيء يصير ليك طبعا فالمواد اللي قاعد تستعمل ولا الأجهزة اللي هي ترد تسوي المضمار مرة ثانية بدال واحدة ثنتين ورا بعض يمشون فالمضمار بسرعة يصير هذا اللي قاعد يسوونه هناك من الأشياء اللي طلعتها الشركات كلها العالمية موجودة كل الشركات اللي أنت يعني بعالم الدراج ريس موجودة هناك كل شركات الملابس السيفتي الأمور هذه كلها تكون موجودة بالنشاري سباق النشاري من السباقات العالمية اللي أنا شفتها جمهورها في كل مكان طبعا نفس الإشارة حتى الإشارة الكريسمس لايت غير عن الكريسماس لايت اللي احنا نتسابق فيها لان هي نفسها المنظمه تاخذ الكريسماس لايت الكاميرات مالتهم كل الطاقم حتى التلفزيون مالهم هم لهم خاص تلفزيون هم تبعهم اللي يروح ينقل مني لمني لمني بالولايات اللي قاعد يروحون لها فلها تنظيم غير ثاني دعم المادي حق الانشاري دعم كبير من قبل الشركات الشركات اللي قاعد تدعم المنظمه هذه قاعد تدعمها دعم يعني مبالغ خيالية حق الفئة هذه لأن الفرق اللي قاعد تشارك فيها هم فرق خيالية يعني بالدفع يعني نتكلم عن فريق العنابي قاعد يصرف مبالغ ملايين كبيرة. يعني بالفئة هذه وحمد الله هو يعني مو بس حق العنابي هو حق العرب اسم ككل نعم اسم دولة قطر واسم الخليج واسم العرب اسم العرب نعم. عربي هو قاعد متصدر البطولة الحين ونتمنى له التوفيق أنه يأخذ بطل الموسم في هذه السنة بالنسبة حق الكلام اللي أنت قلته إن إحنا نواجه مشاكل في البدايات يعني يمكن المشكلة اللي قاعد تصير ويانا يمكن بالبحرين يعني إن نبدي متأخر اللي هي الساعة هذه النقطة أبغى أتكلم فيها أكثر بس معي اتصالات بعد أعتقد عندهم نفس يمكن الملاحظات هذه أخوي محمد مساء الخير مسيك الله بالنور أخوي عضو طبعا فريق زياني ريسينج محمد طبعا يمكن فريق الزياني ما شفناه لحد الان على منصه التتويج بشكل سريع المتسابقين يمكن خصوصا البحرينيين يمكن في هناك صعوبات تواجه المشاركات هذه في عقبات تواجهها انت كعضو من الفريق يمكن عندك بعض الملاحظات اللي تحب تفضل انا بغيت من عندك اول شيء تعطيني شويه مجال يعني اكثر من البقيه لان في عندنا كلام وايد ودنا نقوله وكلام وايد ودنا انا احتاجه منك شويه بشكل سريع لان شويه الوقت اليوم داركنا ما عليه خلينا نقولها كنقاط سريعه تفضل محمد نقولها سلامك الله فريق الزياني في هذه الموسم في قطر يعني ما حالفنا الحظ في جميع السباقات من الراوند الاول الى الخامس
صارتنا أكثر من مشكلة، وكل ما نحاول نتغلب عليها تدش علينا مشاكل ثانية، وكنا محضرين حق المشاكل وحق هذه الأشياء اللي كانت تصير فينا، لكن ما الله وفقنا. وبعد ما أنسى نبارك حق أخونا من فريق جيت بوست محمد حاجي حصوله على بطل موسم الفئة 6 سلندر سوبر ستريت. وفوق هذه كلها بعد أبوي مبارك حق أخونا خالد محمد على الرقم القياسي اللي حصله في فئة البرومود اللي هو 3.701، بما أنه هو متسابق بحريني يحصل هذه اللي خلت العالم يمكن تقريبا كله في أمريكا وفي الخليج كامل يتكلمون عن هذه الفئة. عندي عتب إذا تعطيني شيء بسيط على اتحاد البحريني، عندي على اللجنة الأولمبية. هنقولهم بشكل سريع محمد على أساس إن إحنا نفتح المجال بعد حق غيرك. أنا ودي أخذ منك المكالمة بشكل مطول، لكن على أساس إن إحنا نأخذ الرسالة دي حق الاتحاد البحريني للسيارات، اللجنة الأولمبية، وينكم عن المتسابقين البحرينيين؟ المتسابق البحريني اليوم يطلع خط درب فوق هذه كلها ما قاعد يحصل منكم ولا أي شيء. رسالة يعني شكر دعم أي شيء من هذه القبيل إحنا ما قاعد نحصله في السباقات هذه. مع العلم إحنا نروح قبل ما نحمل اسمنا فريق يوسف الزياني كنا نحمل علم ديرتنا مملكة البحرين. اليوم شباب البحرين حققوا مراكز الحمد لله رب العالمين، الناس تتفاخر فيها. مثلا بطل القهوة اللي جالس معاكم خالد محمد حصل من أفضل الأوقات، محمد حاجي، يوسف الزياني الحمد لله الموسم اللي طاف كنا نحقق نتائج حلوة. هذا الموسم احنا كنا عندنا مشاكل كثيرة، لكن في النهاية احنا نقول يد واحدة ما تصفق. صح، نروح ونرجع كله على أشياء خاصة فينا، حساباتنا الخاصة، مخبانا الخاصة، سبونسر، ما قاعد نحصل أي شيء. مع العلم أنا رد أكرر هذه الجملة، مع العلم أن احنا متسابقين بحرينيين حققنا مراكز خلت الناس كلها تحكي من البحرين ومن الخليج ومن حتى من برا الخليج العربي. نعم، شكرا لك. عندك بعد شيء محمد؟ الله يجزيكم خير، وان شاء الله الله يوفق اخونا خالد محمد في السباق الجاي ويحقق بطولة البرومود المركز الاول ويجيبه حق البحرين قبل ما يكون حق فريق ابراهيم خليل كانو، ويوفق ان شاء الله الجميع والله يجزيكم خير. شكرا لك اخوي محمد. بعد اعتقد عندي مداخله بعد مع اخوي محمد بدر. تفضل اخوي محمد. السلام عليكم. يا عليكم السلام، تفضل اخوي. امسي عليك اخوي سامة وعلى الاطفال اللي وياك، ونخص فيهم بطل البحرين خالد محمد يعني. نعم، اللي مشى له في البحرين في قطاله. اخوي سامة، بس عندي كم ملاحظه عن السباق في البحرين وقطاله يعني. تفضل. نفس ما تشوف انت في قطاله هناك يعني تنظيم، يعني ما عليك كلام، احنا كبحرينيين رحنا هناك وشفنا تنظيمهم وسباقهم يعني من احسن ما يكون عكس البحرين يعني. يعني نفس ما تشوف في البحرين اول شيء ان السباق يكون متاخر في الليل زين، وما في دعم حق المتسابقين اللي يشاركون البحرينيين. وش اقول لك يعني كتنظيم من الحال بنفسها غير عن قطر، عكس قطر. قطر مسهلين على المتسابقين وعلى الجمهور يعني نفسهم دخول الحلبة وسباق نفسه وحق المتسابقين موفرين لهم كل شيء. فنتمنى يعني من حلبة البحرين ودعم حق المتسابقين. نعم، شكرا لك اخوي محمد، شكرا لك على هذه المداخلة. اخذ حسين معي، حسين على الخط. علي حسين، عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت أبارك حق خالد محمد أخوي، نتمنى لك الخير وإن شاء الله على جولة ثانية إن شاء الله نشوفها أحسن وأحسن. هلو؟ أي وياك، تفضل. عندك بعد ملاحظة أو شيء بتقول أخوي حسين؟ بس بغيت أبارك حق خالد محمد، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أخوي حسين، شكرا لك على هذه المداخلة. مش عارف، كنا نتكلم طبعا عن توقيت السباق، طلعنا كان معنا على الخط محمد ذكر أن مشكلة توقيت يمكن سباق البحرين شوية يبدي متأخر. هل هذه مشكلة أنتم متسابقين من رأيك أن سباق البحرين يبتدي مثل مثلا سباق البطولة العربية؟
والله احنا تكلمنا بالاخوان هني المنظمين، فاللي طلع الواضح ان الحلبة لها إدارة غير والنادي لها إدارة غير. نعم. فالنادي اليوم اللي يكون في الإدراك يكون في فعاليات ثانية بالحلبة، والحلبة مثل ما أنتم عارفين فيها كروس داخل الحلبة وداش على حلبة الدراج ريس، فهم ما يقدرون يسوون حلبة الدراج ريس ونفس الشيء في فعاليات ثانية. فإحنا يعني نتمنى من الإخوان إنه يوم الدراج ريس يكون إنه ما يكون أي مشاركة ثانية للدراج ريس، يعني هو يكون يوم بالشهر او بعد شهرين تصير هو يومين حق الدراج ريس. نعم. هو احنا يوم البطوله، يوم البطوله لما يبلش مبكر، يعني نقول انه يبدي الساعه 1 الساعه 12 يبلش يخلص على الاقل الساعه 8. احنا كل مره المرات نطلع هنا، انا مره تتوشت في البحرين هنا الساعه 5 الفجر انا طالع شق النور، يعني هذا اول مره يصير لي كذي شق النور، النور طالع انا طالع من الحلبه هنا. فهذا من الاشياء اللي تخلي المتسابع يتملل. نعم. بعد ثلاث ساعات. نعم. اربع ساعات قاعد وقاعد على اعصاب المتسابق هنا اذا كانت في منافسه ولا عندك مشاركه. فهذه من الاشياء اللي نتمناها تكون يعني في حلبه البحرين. بالعكس انا حلبه البحرين نحبها وايد، لها تاريخ بالنسبه لي كبير، انا شاركت فيه هنا، لها ذكريات كبيره عندي هنا. اتمنى اني انا ما اكون موجود في كل بطوله في بطوله البحرين، بس نتمنى هالاشياء هذه تكون يعني اخوان بالبحرين يتفهمون هالموضوع ويكلمون الاخوان بالحلبه ويكونوا متعاونين بهالموضوع، هذا اللي نتمنى. هذا خالد انت شو تقول؟ والله احنا نتمنى صدق، يعني بس شيء واحد، هذه انا اتوقع يعني الحلبه يعني شيخ سلمان بن عيسى. نعم. ما يقصروا اي واحد في اي شيء نبي، بس اتمنى يعني من النادي يعني من فهد والله وليد احنا من عندنا فهد ووليد. نعم. انه يتابعون على يعني على ذي الشغله، يعني كل من الحين قاعد يشك، يعني في شباب يعني صدق من برا البحرين مو راضين، يعني بعضهم ما يجون، يعني تبتدي الساعه 5 تخلص الساعه 12 بالليل. يمكن التزامات حلبة البحرين بعد مواعيد سباقات، لا في يعني شوف يعني اذا يصير تنظيم من قبل ان انت تخبرون يعني الحلبة، يعني تخبرون الشيخ سلمان شخصيا. نعم. والشيخ سلمان اي واحد اذا يكلمه شخصيا ما بيرد احد. نعم. والله احنا نبي تواريخنا من هالوقت لهالوقت، لا تخلون لنا شيء، احنا كل سنه قاعد نقولها نفس الشيء وما حد قام. يمكن محتاجين عمليه تنسيق. بعد باخذ رايك ناصر، بس اعتقد عندي مداخله على الخط اذا كان جاهز للاتصال. عبد الله، مساء الخير اخوي عبد الله. مساء النور. يا هلا اخوي، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. بس حاب اتشكر من اخوي ناصر الشطي. نعم. اللي صراحه من غير ما يدش الستارت احنا. عبد الله تفضل. اي عبد الله نسمعك. ايه تفضل. اقول بس شكرا من اخوي ناصر الشطي على مساعدته لنا ووقفته ويانا. حبيب هذا واجب يا عبد الله. شاكر لك يا اخوي عبد الله على هذا المداخله. حبيبي وبشكر ابو احمد الويتامه وشيخ محمد على مساعدتهم لنا وما قصروا. شكرا لك شكرا لك شكرا حبيب. لك اخوي على هذا المداخله. اي ناصر نرجع لك. بالنسبه حق تواقيت النادي بالبحرين، صحيح يا ارض بصوت حق صوت اخواني الابطال هذولي، ان صح احنا نتعب بهذا الشيء بالوقت. عشان افصل لك يعني اياها، يعني خليني اقول لك لما انت تجي بالسباق، خلينا نقول مثلا يوم الخميس يوم التاهيل. يعني يوم التاهيل لما كلنا احنا مسابقين، لما انا يحوشني عطل الساعه 12 بالليل الساعه 11 بالليل، زين انا محتاج مثلا اني اروح، يعني كم مره الجا حق جراج كانوا صراحه ما يقصرني، يعني ابراهيم كان بصراحه قراج كفريق ما قصرني، يعني لان عندهم شوي معدات بالنادي، بس بعض الساعات الجا اني انا لازم اروح قراجات برا نعيب قطع غيار، زين الساعه 11 بالليل وصار عندي تو العطل، انا وين اروح؟ صح. فهذا الشيء اللي قاعد يخلينا نتعب زياده، انه ما اقدر اصلح الخلل. زين ابى اصلح الخلل لازم متى؟ لازم باكر الصبح. فهمت علي؟ اوريدي ان احنا قاعد نتاخر وايد بالوقت، انه ليش قاعد نبدي الساعه 6 و7 المغرب؟ هذه البدايه. زين انت لا تنسى ان سيارات سباق هذه ليك بالمضمار دهن، هذه خذاها نص ساعه، سياره ثانيه الله لا يقول يعني بعيد الشر ان شاء الله، وصارت حادث خذ ساعه نص ساعه لما نظف المضمار عشان احنا نقوم، وصلنا الساعه 3 بالليل. فشوي هذه الشغله اللي كانت متعبه وهي اللي قاعد تسبب العطل. فنتمنى وضم صوتي حق صوت اخواني ان نبدي نفس قطر، صراحه قطر يعني مبكر نبتدي اخلص من النادي انا تجارب او تاهيل او تتويج
7 تقريبا 6 ونص 7 المغرب 7 ونص. زين انا متسابق لما اطلع تصدق انه يمديني اني ارتاح واروح نعم. اكل نعم. اسبح اريح. يعني في عندنا متسابقين ربعنا كويتيين انا ما اظن اتوقع حتى اخواني البحرين انه قاعد يخلص البطوله يرجع البحرين او انا اخلص البطوله ارجع الكويت مرتاح نايم شبعان نوم يعني قبلها بيوم قاعد خلصت الساعه 7 المغرب البطوله سواء فزت او ما فزت فريقي فاز توجنا خلصنا باركنا حق بعض عندي بطوله وراها رديت الكويت. ويمكن في اكثر من نقطه محتاجه تنسيق يمكن أنا بعد اتكلم وياكم بشكل سريع بعد نتكلم عن موضوع تنسيق بين الاتحادات والانديه بعد ما نطلع نشوف هذا التقرير لبحرين رايدرز الذي شارك طبعا في احتفالات دوله الكويت الشقيقه بمهرجان هذا فبراير واليوم الوطني مع كويت رايدرز. شوف هذا التقرير ونرجع توب سبيد. شارك نادي بحرين رايدرز في النسخة الرابعة من مهرجان كويت رايدرز الذي أقيم بالعاصمة الكويتية في الفترة من 12 وحتى 15 من شهر فبراير الجاري والذي يقام سنويا بمناسبة احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني والذي يصادف 14 من فبراير وتزامنا مع مهرجان هلا فبراير والاحتفالات التي تقيمها مختلف الجهات احتفالا بهذه المناسبة العزيزة. وكان الوفد البحريني هو أكبر وفد مشارك من خارج الكويت إذ وصل عدد الدراجين من بحرين رايدرز إلى أكثر من 60 دراج. ويحرص نادي كويت رايدرز بإقامة هذا الاحتفال السنوي الكبير وتم استقبال المشاركين البحرينيين من منفذ النويصب بعد أن عبروا جسر الملك فهد برا وصولا بهم لمقر إقامة الوفود. وأقيم حفل عشاء ترحيبي للمشاركين في المساء وفي اليوم التالي أقيمت الجولة الرئيسية والموكب الرسمي بمشاركة جميع الفرق والدراجين من مختلف الدول انطلاقا من فندق الوفود إلى مجمع المارينا لإقامة مسابقة عرض الدراجات النارية لمختلف الفئات وتكريم الفرق والفائزين والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة. وشهدت الجولة الرئيسية هذا العام مشاركة أكثر من 1000 دراجة نارية ويفوق بذلك عدد العام الماضي. خالد احنا قبل الاستديو كنا نتكلم عن موضوع التنسيق بين الاتحادات والأندية يعني المختصة والمعنية برياضة سيارات سباقات الدراج. يمكن انا قاعد اتاثر على المتسابقين نفس ما صار وياكم ان انتم حفاظا على نقاطكم في سباق البطولة الوطنية في البحرين اضطريتوا ان انتم تخسرون المشاركة الاولى اللي كانت لو ان انت مشارك هنا كان انت الحين صاحب الصدارة في البطولة العربية. اي هاي صدق هاي يعني المفروض يكون تنسيق بين يعني بين البحرين بين نادي البحرين بين نادي قطر ونادي الامارات. اخو الشباب من الكويت مو قصر من يانا كان عندهم يعني حلبه كان من يعني الناس ما تقول متعاونين يا كلمه نعم. هاي والله نتمنى احنا الخسرانين يعني سواء كان الحين تشوف 6 سباقات ورا بعض في قطر بيخلصون بيروحون بوظبي من بوظبي بتخلص بتي البحرين يعني وايد بصراحه هذه طبعا يعني حتى عن سالفه القوانين بعد نفس الشيء يعني في فئات يعني الشباب بيروحون بيسابقون في بوظبي فئات ما يقدرون ما عندنا فئات نفس فئات الفور فايف في ابو ظبي ان شباب من البحرين او من الكويت يروحون يشاركون عندهم فئه الفور ايت توحيد القوانين وتنظيم بين الدول انك تسوي بطولات منظمه وتعطيها جاب ان يعني مجال انك انت تشارك هنا تروح احنا مو احنا هي مو عمل او رزقنا على السباق هي هوايه خلاص بالاخير تصير هوايه هي مو يعني هم كل واحد عنده بيته وعنده التزاماته وعنده دوام وعنده شغله نعم. بالاضافه الى ذلك هم في تفرقات يعني من الكويت امان الله يعني النادي مو مقصر معنا قاعد يعطينا تفرقات قاعد يعطينا امور مجهز لنا يعني نادي ربع ميل قدم لنا تحيه طبعا قاعد يدعم الشباب بما يقدر نعم. عليه من عن طريق الهيئه الشباب الرياضه نعم. بس انت اليوم هم تبقى قاعد تصير والتاريخ ورا تاريخ وتاريخ ورا تاريخ يعني الشباب نفسهم هم قاعد يتعبون فانت ودك انه تصير منسقه بين دول الخليج ان البطوله هذه بين الانديه كمتسابقين احنا نتمنى هالشيء لان اليوم انت مضمار بدون متسابقين ترى المضمار نعم. ما راح يسوي شيء نعم. ملعب بدون لاعبين ما
ما راح يسوى شيء نعم. بالملعب ناصر طبعا موضوع التنسيق بين الاتحادات والأندية هل تضم صوتك أو تشوف يعني احنا لو حطينا مثلا بعض النقاط ان احنا ممكن احنا نتفادى هذه الإشكالية حق الموسم الجاي يعني خصوصا هذا الموسم صار فيه ضغط على المتسابقين صح انا اضم صوتي حق صوت خوان لان انا قاعد انا متسابق حالي من حالهم قاعد اعاني نفس هذا الشيء ان كل يوم انا بديره زين ما يخالف انا ما عندي مشكله هي حق البحرين هذه ديرتنا الثانيه وقطر كلنا احنا زين انا جيت البحرين خلصت البحرين طلعت قطر 6 اسابيع بقطر اطلع من قطر اروح ابو ظبي زين انا قاعد اتعب هذه شغله زين في بطل موسم حق البحرين في بطل موسم حق قطر بطل موسم حق ابو ظبي بطل موسم حق زين لما نفس اخوي مشعل لما قال لما تصير بطوله الخليج راح يصير شنو بطل الخليج الاسم اقوى فهني راح تصير منافسه اكثر اذا هم يفكرون في هذا الشيء المنافسه تصير اكثر نعم. زين المنافسه زادت شنو راح يصير راح يصير ارقام تكسر اكثر ارقام عالميه احنا راح نسوي راح نسوي ارقام عالميه راح نوصل اكثر اكثر واحنا نطور من نفسنا لازم في اداره صحيحه اساس احنا كمتسابقين نرتاح حتى الجمهور احنا ترى بالكويت يعني احنا من اول دول بالخليج عندنا حلبة وعندنا جمهور كبير يعني الجمهور ما يستهان فيه بس اوكي الجمهور انا بيجيني الويكند هذا زي الجمهور ما راح يلحقني كل ويكند 6 بطولات انا قاعد واطلع بروح بظبي ويلحقني ويرد مره ثانيه وراي البحرين اوكي يعني خلينا نقول مسافه بيني وبين البحرين مسافه حلوه وقصيره بس هم عيب في عيب شرعي قلنا عيب الوقت ان الجمهور وانتم ملاحظين هذا الشيء يعني وقت التتويج ماكو احد نعم يفقد الجمهور وسبب يمكن تاخير الوقت يعني نعم. يعني الجمهور يعني الجمهور قاعد يحضر يوم الخميس وخلينا نقول احنا الكويت قريبه فرق 3 ساعات 4 ساعات بالسياره احنا نتكلم نعم. انه راح يجي الساعه 6 7 المغرب يبي يطالع البطوله 10 11 يرد الكويت صح تو الناس الحين ما يدري من الاول يكون في مجال نعم فهمت نعم. علي يكون في فاحنا مجال. ودنا كلنا يعني تكون في بطوله خليج اساس نعرف والله هذا بطل خليج هذا بطل خليج فهمت علي اذا انت تقول لي يا ناصر انت بتشارك بطوله خليج لا هني راح تشوف ارقام يعني حق اخوي فريق ابراهيم كانو وحق اخواني فريق كويتي نعم كل الفرق كل المتسابقين لا انا ابي بطل خليج نعم فراح المسمى اقوى واريح حق المتسابقين يعني وايد تعبنا احنا من هذه السالفه اللي قاعد تنقل ومو قادرين نرجع حق بيوتنا نعم. معي اتصال طبعا مع اخوي خالد المناعي الو يا هلا اخوي خالد السلام عليكم عليكم السلام تفضل الشيخ بس عندي مداخله اول شيء مسك على اخوي خالد وبارك له بالفوز نعم بس الشيخ احنا مشاركين في فئه سوبر ستريت في التسع الاندر نعم والجوله اللي طافت احنا متاهلين صداره يعني متاهلين يبينا احسن رقم لازم نقومبوي بروحنا نعم زين بس صارت يعني كنا بطق مطر وذيك احنا بروحنا لو نستاسر شو السوالف يعني الرئيس بجادنا متأخر نعم واتصلنا حق الحال بقولوا لنا والله كسيور صوف على الخط ولا خبرنا ولا شيء احنا الحين في بيوتنا الساعه 3 العصر نعم يعني لو مو لحقنا كان بيطلعونا من شو اسمه ذي كان بيطلعونا من الرئيس مثل ما طلعوا المشاركين الكويتيين اي طبعا تتكلم عن الجوله الاخيره من بطوله البحرين اي نعم شكر لك اخوي شكر لك على هذه المداخله عندك شيء بعد لا بس اخوي شكرا لك يا اخوي شكرا حاضر. نوصل المسج مالك ان شاء الله نطلع نشوف طبعا السيارات الكلاسيكيه قامت مسيره احتفالا بميثاق العمل الوطني نشوف هذا التقرير ونرجع استديو توب سبيد
خالد طبعا يمكن اللي الاخ اللي اتصل خالد المناعي احد المتسابقين قال انه في مشكله يمكن صارت في الجوله الاخيره انه ما تم اخبارهم الا في وقت متاخر. شنو ممكن احنا نتفادى مثل هذه يعني الاشكالات؟ احنا الحين 10 سنوات عندنا مضمار، عندنا حلبة، امكانيات كلها موجوده، يمكن بعض الهفوات ترى تاثر علينا بشكل كبير يمكن حتى على مستوى المشاركه. الظاهر انه مو خايف السباق، السباق اللي قبل الظاهر طق مطر عندنا او تاخر او بغى يجدبون السباق عن المطر. نعم. احنا المشكله عندنا في الحلبه يعني، واحنا نقول حق النادي يعني ان خاطبوا الحلبه والحلبه ما يقصرون اياكم ان حق هزه اللي بتاجلون السباق او بتجدبون السباق او اي شيء نتخبلون المتسابقين، سواء كان احنا في قطر عندنا قاعدين في الجراج مالنا عندنا سماعه نسمع سماعه ان والله دوركم يا الحين دوركم حياكم حق الستارتنج لاين. وصارت مشاكل مو لحين اتصل بعد في صارت مشاكل شباب ثاني يعني. نعم. ان ابتدى السباق وهم ما يدرون ان دورهم ياي وراح عليهم السباق يعني. المتسابق ما يكون عنده جدول؟ عندهم جدول بس ما عندنا الوقت. الوقت ما يكون ما عندنا محدد. الوقت احنا في قطر موجودين ويانا حزت اللي بينادونا يعني بالميكروفون نسمعهم. نعم. والله يجينا واحد من المنظمين في الدراجة خبرنا والله عقب 10 دقائق او نص ساعة دوركم حياكم. فالظاهر هاي المشكلة صايرة المفروض يعني نصب النادي ان يحلون حق حق الشباب. احنا طبعا كنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقة توب سبيد لهذه الليلة، كان ودي اطول لكن احنا شوي داركنا الوقت. تشرفنا بحضور طبعا اخواننا من دولة الكويت الشقيقة ناصر الشطي وطبعا مشعل الصبر ابطال، ايضا خالد محمد بطل بحريني. قبل ما اختم اكيد كل واحد عنده يمكن كلمة حاب يقولها قبل. والله بصراحة كلمة أخيرة حاب إني أهدي هذا الفوز، فوز الكويتيين كلهم، لصاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح وولي عهد الأمين الشيخ نواف، وأهدي الفوز هذا حق هلا فبراير. إحنا عندنا فعاليات الحين بالكويت، فعاليات هلا فبراير بصراحة يعني إحنا برا الكويت بس للحين نشوف قنواتنا ونشوف الاحتفالات والفعاليات ودنا نكون موجودين، بس هذا واجب علينا إحنا قاعد نمثل هذا الشيء. وشكر خاص بصراحة حق أخونا العودة أنا أقدر أقول رئيس فريقنا الشيخ محمد خالد جراح صباح وأحمد أنور الإتامة اللي هو هذا ما أقدر أوصفه بأي كلام بصراحة، كافي أقوله يعني الأب الروحي حق الفريق كله. خالد محمد والله كلمة أخيرة إن شاء الله الله يوفقنا في آخر سباق، وأشكر الشباب اللي اتصلوا والله لي باركون لي، وان شاء الله اتمنىهم تشوفهم في قطر ان شاء الله. ان شاء الله. واتمنى كل بحريني يوقف ويانا هناك في قطر حق اخر السباق، وان شاء الله ناخذ بطوله الموسم ونجيب الكاس حق البحرين وحق ابراهيم ان شاء الله. ان شاء الله. مشعل والله مثل ما قال اخوي ناصر ما ابي اعيد على كلام اخوي ناصر، واحب ان شاء الله انه يكون اهم شيء سلامه المتسابقين كلهم بالاخير، هذول عيالنا ما نبي نفقد اي احد، ما نبي يصاب اي احد. وطبعا نشكر حلبة قطر على استضافتهم لنا، ونشكركم انتم هنا على القناة على استضافتكم لنا، واحب اشكر الشيخ دعي الفهد صباح على دعمه لا محدود وتواجده ويانا في كل كبيرة وصغيرة، واحب اشكر الفريق كل فريق الكويتي، لان لولا الجهود الكبيرة اللي من وراء المتسابق موجود. نعم. بس في جهود وراء هم خلف الكواليس على قولة انت بلغة الكاميرا، فهذول هم لو مو هم موجودين المتسابق ما راح يجيب الرقم هذا ولا راح يحصل على الانجاز هذا، ونتمنى السلامة حق العموم ان شاء الله. انا شاكر لكم تواجدكم واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق باقي جولة واحدة. شاكر فريق عمل برنامج توب سبيد، المخرج إبراهيم قنبر ومصور محمد بوشيري وجميع طاقم قناة البحرين الرياضية المتواجد في الكنترول. أعزائي المشاهدين لهنا وصلنا لختام حلقة برنامج توب سبيد لهذه الليلة، تابعونا الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس التوقيت ونفس اليوم. شكرا لكم، أتمنى أن حلقتنا حازت على إعجابكم، نلتقيكم الأسبوع القادم، تصبحون على خير.